ايوه يا عز، انا هايدي. ايه ده هايدي، ازيك؟ طمنيني على حازم اخويا، اخبار صحته ايه؟ ليه هو انت عرفت منين؟ بس احنا بعد ما قرينا الكلام اللي بيتقال على زكريا في الجرايد فقلنا نروح القصر نطمن عليكم، وعرفنا اللي حصل. هو ايه اللي بيتقال على زكريا في الجرايد؟ انت متعرفوش؟ الدنيا مقلوبه. ده قايلين ان هو قتل ضابط وهربان. صلى على سيدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أنا شغلتي بقى إن أنا أعرف كل حاجة، وأنا عارف جوازتك من نادية، وأبوك زين الله يرحمه كان عارف هو كمان، بس قال لنا محدش يتكلم معاه، سيبه هو يعرف غلطته وهيصلحها. وأنت جاي لي يا سيف؟ أكيد أنت مش جاي تبارك لي على الجوازة. كل خير إن شاء الله. عايز تعرف مين اللي وقعك؟ تبص لهاشم الذهبي بعين تانية خالص. هاشم هو اللي ورا حريق المخازن وتقليب العملية اللي أنت كنت عايز تعملها، وغالباً هو اللي ورا خطف أختك وابن عمك فارس، ومما لا شك فيه يعني هو اللي ورا وجود عبد الله في القصر. ايه اللي دخل عبد الله القصر؟ ايه زكريا ده؟ انت مش ابديت خالص كده. عبد الله بيه طرد الست والدتك ومراتك ومعت سلمى معاه وضرب نار على رجل حازم. اقعد 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 يا زكريا اقعد. انت لو اتحركت 10 خطوات من هنا البوليس هيقبض عليك. وبعدين ازاي هتروح القصر كده انت مش متعمر وجاهز بالرجاله؟ وافرض يعني بالصلاه على النبي انا جبت لك الرجاله، هيحصل ايه يعني؟ هيمشي ويجي واحد غيره؟ طول ما القصر ده موجود هيبقى مطمع لاي حد عايز يركب مكان زين العطار. اهدى كده وفكر وتصرف بهدوء يا زكريا. ليه الشك والريبة بس؟ ما أنا قلتلك لو كنت بلغت الداخلية كان زمانهم دغدغوا الباب عليك وعليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده الحاج مهدي. اتفضل يا حاج. يزيد فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم مهدي. ازيك يا زكريا؟ طلعي. السلام عليكم. طلعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا عم مهدي، اقعد. معلش سامحني واعذرني يا زكريا، انا كده كده كنت ماشي على طول عشان اكمل لك الطلبات اللي انت طلبتها مني يعني. فعاوز اقول لك دنيا امان، قول اللي انت عايزه. امان. ده ظرف فيه شوية تحركات من اللي انت طلبتها مني، يعني تحركات عادية، بس انا قلت يمكن تنفعك بحاجة. مفيش حاجة مش هتنفع، كلهم ينفع. معلش يا عم مهدي تعبك معايا، بس زي ما اتفقنا اول باول. تعبك راحة يا غالي يا ابن الغالي، مش هتوصيني ما انت عارف. استأذن انا بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفت يا عم مهدي. مين ده زكريا؟ ده واحد صاحب ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. بلاش يا زكريا، مش هتبقى محتاج لحد يراقب تحركات هاشم وجلال. مفيش حد انت عايز تراقب تحركاته غير هاشم وجلال. انت عايز ايه يا سيف بالظبط؟ تحط ايدك في ايدي وسيبنا انا لتكتك. عدونا مشترك وهدفنا واحد، نبعد هاشم. وطبعا ساعتها مش هينفع تبقوا رقم واحد، لكن ينفع تقفوا جنبي وانا رقم واحد، نحمي بعض. قلت ايه يا ابن العطار؟
بنا وصيا دمبر سندبر سيا دمبر بنا وصيا دمبر سندبر سيا دمبر سيدي رباية داقرن سنر فرح ريام بنا بنا وصيا دمبر سندبر سيا دمبر بنا وصيا دمبر سندبر سيا دمبر سيدي رباية داقرن انت مين؟ تعمل ايه ليه؟ واحدة واحدة بالراحة. أنا غريب عن البلد يعني، فرجلية جابتني على هنا اهو ولقيت فرح فقلت أقف يعني. طب امشي من هنا. بقول لك ايه؟ أنت؟ أنا؟ أيوه أنت. عاوز ايه من ابويا؟ مالكم وماله؟ الميوان وما بقيتوش بتاخدوها من عندينا. ايه اللي جابك تاني؟ انا مش عايز منه حاجه. انا اتطردت من الدار عشان كنت بدافع عن ابوكي. ما اعرفش اي حته تانيه غير المنطقه بتاعتكوا دي. شوف يا اسمكيه، انا ماليش صلاح باللي بتقوله. انا ابويا راجل في حاله ومش بتاع مشاكل. وانا كمان مش بتاع مشاكل. انا اسف اني جيت لكم، بس انا فعلا ما اعرفش اي حته تانيه وماليش اهل. كنت فاكر ان ابوكي لما يعرف ان انا دافعت عنه هيحاول يساعدني، يشوف لي اي شغلانه ولا حتى بيتنا عنده للصبح. بس هو حتى ما اداش نفسه فرصه انه يسمعني. هو يعني كان هيساعدك كيف بعد اللي حصل منكم؟ عموما روح، ربنا يسهل لك. ارض الله واسعه وان شاء الله تلاقي مكان تروح بالاذن. هو انت صح صح مالكش مكان ولا حتى قرايب؟ انا ماليش اي حد. وانتي؟ قصدي يعني انتوا. شوف يا اسمكيه، انا ممكن اساعدك في نومتك الليله دي، يعني عشان ارد لك جدعنتك مع ابويا مش اكتر. لكن الله يرضى عليك تمشي ساعه اذان الفجر قبل ما ابويا يفتح الدكان. وهو مش هيبقى عارف؟ ربنا يستر. انا بعمل كده عشان انت غريب وملكش حد هنا. هسيب لك شباك الدكان مفتوح تخش فيه من غير ما حد ياخد باله قبل العشاء بساعه، وزي ما قلت لك تمشي ساعه اذان الفجر. طيب ولو حد شافني؟ منك لنفسك عاد. اسمك ايه؟ حسن. اسمي حسن. ماشي يا اسمك ايه؟ ده جنن ده ولا ايه؟ ازاي اتجرأ ويعمل معاك ده كله؟ خلاص يا رايق خلاص، هتقعد تقول لي ازاي ومش ازاي؟ اهو اتجرأ وعمل كده. المهم بقى احنا هنعمل ايه؟ بس الحكاية غريبة يا صالح بصراحة. يعني زكريا اختفى بعد قتل الضابط، وعمك سليم في السجن، وفارس محدش عارف له طريق. الله، دي حكاية مترتبة ومتهندسة على الآخر. أكيد في إيد بتلعب ورانا. مين بقى اللي ورا كل ده؟ ده بقى في علم الغيب. بس بالمعاينة المبدئية كده عبد الله ملوش يد في الموضوع ده. الأيام اللي جاية مش جاية بالخير يا صالح، ولازم تكون قدها. أنا معرفش غيرك يا رايق، معرفش غيرك ممكن يقف جنبي ويساعدني عشان نرجع حقنا. أنا عبد الله ده عايز أدفنه بإيدي، عايز أدفنه حي. أنا انضربت في بيتنا يا رايق، انضربت وما قدرتش أدخل أجيب أختي من جوه. وأنت جيت للشخص المناسب في الوقت المناسب. يعني هتقف جنبي ولا لأ؟ طبعا يا حبيبي. الله، ده انا هبقى الحنوتي اللي هيدفن، بس الاول نروح على اللي يقدر على القدره. الراجل اللي لسه واقف على رجليه لحد النهارده ويقدر يجيب لنا حقنا. هاشم الذهبي. ايه اللي انت بتقوله ده يا رايق؟ هاشم الذهبي ده بيكره ابويا كره العمى. ابوك الله يرحمه، وانت ابن النهارده يا صالح، وهاشم الذهبي بتاع مصالح. تعال نشوف مصلحته ايه في انه رجعكوا القصر ونعمله له. وكده كلنا نروح مستريحين ومن غير تعب قلب. انت عايزني احط ايدي في ايد الراجل اللي ممكن يكون بيعمل فينا كل ده؟ انت تحط ايدك في ايدين الشيطان ما دام هيرجع لكم بيتكم وحقكم. وبعدين عبد الله
عمل كل حاجة. سيبك انت من الفرسة اللي على وشه دي والنرفزة تحس انه عيل غبي، لا ده محضر كل حاجة صح. ولا ايه؟ قلت ايه؟ تمام يا راي.